الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهد الكرام في نشرتنا الإخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسيل عباد. أهلا بكم، ونبدأ معكم هذا الحصاد بأهم ما فيه. ساعات تحاكي سيناريو تشكيل الحكومة، الخنجر يقود حركا حثيثا لتقريب المواقف بين المكونات الأربعة. العزم وتقدم يوحدان الرؤية بورقة مشتركة، ويؤكدان نتطلع لتشكيل حكومة بلا انحياز لطرف على حساب آخر. بعد لقائها الخنجر بلاسخارت سعيدة بوحدة البيت السني، وتبعث رسالة للمشككين عبر الفلوجة: لم نتدخل بالانتخابات. محاكمة قاتل الهاشمي تتأجل للمرة الثالثة، مقربون من المغدور يؤكدون محامي المتهم طلب فحصا طبيا تشكيكا بالاعترافات. براءة الطفولة تقتل بالجهل مرة وبالعمالة مرات، حقوق الإنسان تكشف أرقاما صادمة عن أطفال العراق في تقريرها السنوي. في حراك سياسي حثيث يؤسس لمرحلة جديدة من العملية السياسية، يقود رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر تفاهمات وحوارات مع طيف واسع من القوى السياسية لتوحيد الرؤى والانطلاق نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية وبناء منظومة حكم عادل تلبي تطلعات جميع العراقيين. حيث أجرى رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر في الساعات القليلة الماضية سلسلة من اللقاءات والمباحثات رفيعة المستوى مع قوى وكيانات فاعلة في المشهد السياسي، من بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى الإطار التنسيقي وتحالف تقدم وتحالف قوى الدولة الوطنية والجبهة التركمانية العراقية، إلى جانب لقاء مهم عقده الشيخ الخنجر مع رئيسة البعثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت. كل ذلك من أجل الوصول إلى تفاهمات جوهرية ترسم خريطة وطنية وتؤسس لرؤية موحدة تنهي حالة الانسداد السياسي الراهن. هذا وأصدر تحالفا العزم وتقدم بيانا مشتركا بشأن مخرجات الاجتماع الموسع الذي دار بينهما، فيما تضمنت الورقة المشتركة رؤية موحدة في معالجة ملفات استراتيجية عدة، منها ملفا المغيبين قسرا وإعادة النازحين. البيان المشترك أعلن أيضا إعداد ورقة مشتركة تعرض على الشركاء السياسيين تتضمن رؤية موحدة وأفكارا حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، كما تضمنت الورقة المشتركة رؤية موحدة بشأن مراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، كما تم التأكيد على تقديم شخصيات كفؤة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة للمشاركة. في حين أشار البيان المشترك إلى تشكيل وفد موحد يضم أعضاء من تحالفي العزم وتقدم للتفاوض مع بقية الشركاء، وأعرب التحالفان عن تطلعهما إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقا للاستحقاقات الدستورية. من جانبها أكدت القيادية في تحالف العزم عائشة المساري أن الاجتماع الموسع مع تحالف تقدم خرج بعدد من التفاهمات والاتفاقات، وأشارت المساري عبر الفلوجة إلى أن البيان المشترك الصادر عن التحالفين يوحد رؤى المكون السني. طبعا اليوم كان لنا لقاءات كثيرة مع الأحزاب الموجودة، كان لنا لقاء مع تحالف تقدم، طبعا كان هناك اتفاق بين تحالف عزم وتحالف تقدم بخصوص أنه أصبحنا تحالف واحد إن شاء الله. كان هناك لقاءات كثيرة، وإضافة إلى ذلك قمنا يعني عمل البيان. هذا البيان يوحد الرؤى اللي موجودة خاصة للمكون مكوننا، إضافة إلى ذلك أنه أغلب المشاكل اللي مر بها من الشعب من 2003 ولحد هذه اللحظة إن شاء الله بهذا التحالف سينجلي. استقبل رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشار زباري في بغداد لبحث آخر مستجدات الحوارات السياسية الجارية لحل الأزمة الراهنة. وأكد الجانبان خلال اللقاء في بيت الشيخ الخنجر
ضرورة الاستناد إلى الدستور في التوافقات السياسية وتقديم المصلحة الوطنية في الحوارات الجارية بين الكتل في إطار سعيها لتشكيل الحكومة المقبلة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لما يلبي حاجة المواطن ويحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة. أثناء ذلك بحث رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر ورئيسة البعثة الأممية جنين بلاسخارت في بغداد آخر التطورات السياسية في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الخنجر المبعوثة الأممية في العاصمة بغداد، حيث بحث الخنجر مع بلاسخارت خريطة المشهد السياسي في العراق وضرورة حسم ملف تشكيل الحكومة القادمة بما يحفظ سيادة العراق ويحفظ وحدته، مؤكدا أهمية الدور الأممي في دعم استقرار العراق وتطوير بنيته التحتية. وفي تصريح خاص لقناة الفلوجة قالت رئيسة البعثة الأممية جنين بلاسخارت أن الاجتماع مع رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر تضمن مناقشة أهمية وحدة الموقف السني، إضافة إلى حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع السني في العراق، في حين أكدت أن الاجتماع تناول ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة المرتقبة. ناقشنا أهمية وحدة الموقف السني وأكدت أنني سعيدة في هذه التطورات الأخيرة والأهمية التي تمثلها في معالجة قضايا المجتمع السني في العراق، ومن الضروري الآن أن نهتم بالوقت لشد ثقة الشعب العراقي. لن أتجاوب مع هذه الاتهامات، ولكن سأشرح ما قمنا به من تقديم المساعدة الفنية والمراقبة في الانتخابات، وأننا لم نتدخل في النتائج، وكانت هذه الانتخابات سليمة من الناحية الفنية، ومن المهم الآن التوجه نحو خدمة مصالح الشعب العراقي. في غضون ذلك بحث كل من رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر ورئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران مستجدات المشهد السياسي والأمني في البلاد عموما. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الخنجر وعدد من قيادات تحالف العزم ورئيس جبهة التركمانية حسن توران والوفد المرافق له في بغداد، حيث بحث الطرفان ضرورة مشاركة جميع المكونات الأساسية للمجتمع العراقي في شراكة حقيقية نحو صناعة قرار وطني ينقذ البلاد ويحفظ السيادة، فيما أكد الشيخ الخنجر أن الحوار الوطني المستمر هو السبيل الوحيد للخلاص وتجنيب العراق مزيدا من الويلات. رؤية مشتركة ووفد موحد للتعبير عن مطالب المحافظات المحررة. مخرجات اجتماع تحالفي العزم وتقدم انطلقت من مصلحة وطنية تعبر عن حقوق تلك المحافظات للحوار مع باقي الشركاء لإخراج البلد من الأزمة الراهنة. وفق مبدأ الشراكة للمشاركة، حوارات المكون السني مع شركائه السياسيين باتت واضحة المعالم بعد اجتماع العزم وتقدم الذي تبلورت عنه مطالب المناطق المحررة كمرتكز للتفاهم حول مستقبل العملية السياسية وأحد أهم سبل إخراج البلاد من الأزمة الراهنة وفق رؤية مشتركة. أبرز مقررات اجتماع البيت السني إعداد ورقة مشتركة تتضمن رؤية موحدة وأفكارا حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة ومعالجة ملفات المختفين قسرا وإعادة النازحين ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها والتأكيد على تقديم شخصيات كفؤة في الحكومة المقبلة. الوفد التفاوضي الموحد بين العزم وتقدم للحوار مع باقي الشركاء سيحمل هذه المطالب، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بين التحالفين. هنا تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التي أجراها زعيم تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر مؤخرا باتت تمثل محور الحل للأزمة الراهنة، ليكون بيت الخنجر منطلقا لحل الخلافات وتصحيح المسارات. ساعات تحاكي سيناريو تشكيل الحكومة. رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر يقود حراكا حثيثا لتقريب المسافات بين الفرقاء السياسيين. المزيد مع علي فرحان.
اجتماعات ولقاءات تصل الليل بالنهار تؤسس لمرحلة جديدة من العملية السياسية تلبي تطلعات جميع العراقيين. يقود رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر سلسلة من اللقاءات والحوارات مع أغلب القوى السياسية لرسم خريطة وطنية تقود البلاد إلى بر الأمان، حيث توصل تحالف العزم وتقدم إلى اتفاق رسمي بالعمل السياسي المشترك يركز على معالجة القضايا المركزية للمدن المحررة، فيما يرتكز تحالف العزم على اتفاقه الاستراتيجي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتنسيق المواقف تجاه القضايا الرئيسية، في وقت يؤكد فيه التحالف وقوفه على مسافة واحدة دون مناصرة طرف على حساب آخر. الحراك المكوكي الذي يقوده تحالف العزم يؤكد أهمية التوازن في مفاصل الدولة والشراكة الحقيقية في صناعة القرار واعتماد الحوار الوطني منهجاً لحلحلة الأزمات وتقريب المسافات بين الفرقاء السياسيين. التزام الحوار الوطني مع الجميع وعدم مناصرة طرف على حساب طرف آخر من أولويات تحالف العزم في المرحلة المقبلة، فالتحالف وضع شعاراً عنوانه الملفات المركزية أولاً لا المسميات. ينضم إلينا عن هذا الموضوع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ عماد باجلان. مرحباً بك أستاذ عماد. تفاهمات العزم والحزب الديمقراطي الكردستاني يبدو أنها تسير بوتيرة جيدة، ما أهم النقاط المشتركة التي اتفقتم عليها لحد اللحظة؟ نعم، بداية تحية لكم ولمشاهدين قناة الفلوجة. أهلا بك. الزيارات المتبادلة التي حصلت بين عزم والديمقراطي الكردستاني، الجانبين أكدوا على ضرورة وحدة الصف سواء داخل المكون السني والشيعي وكذلك الكردي، لنستطيع من خلال هذا التوحد ووحدة الصف بالنسبة للمكونات السياسية لنقل العراق من هذه الصراعات أولا، واثنين نخرج بمخرجات جيدة، حكومة قوية تستطيع أن تقدم شيء في هذا الأربع سنوات القادمة. لذلك النقاط المشتركة التي دارت بين الطرفين الديمقراطي وعزم هي وحدة الصف السني ثم الكردي والشيعي كذلك الشيعي، ولا أن نكون نحن ككرد والسنة مع طرف شيعي ضد الآخر، لأن الصراع الأكبر بين الكتل السياسية الشيعية على مسألة الكتلة الأكبر وعلى منصب رئاسة الوزراء، أما السنة أقل بكثير، أما الكرد وضعه أحسن كبيت سياسي. لذلك الكرد والسنة متفقين على أنه لا يكون طرف مع طرف ضد طرف آخر، ويكون عامل إيجابي وتهدئة للملمة الشمل بين كل المكونات وخاصة بين المكون السياسي الشيعي. طيب، هل تلك اللقاءات التي تقومون بها مع العزم للإسراع بتشكيل الحكومة خاصة أنها تشهد استجابات سريعة أيضا من كتل أخرى؟ يعني تأخير تشكيل الحكومة ليس في صالح أحد، لا الطبقة السياسية ولا الأحزاب السياسية ولا الشعب العراقي. والشعب العراقي منذ أن خرج للمظاهرات في تشرين 2019 وإلى يومنا هذا يترقب وذهب للانتخابات ولإدلاء الأصوات يوم الاقتراع بحكومة، لحكومة تغير من وضع حال المواطن العراقي في كل المحافظات. لذلك التأخير ليس من صالح أحد، وأضف إلى أنه المسائل الدستورية والمواقيت الدستورية اقتربنا منها جدا، يعني الآن الكل ينتظر ويرتقب المحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بدعوة عقد أول جلسة للبرلمان لا تزيد عن أسبوعين. في هذه الأسبوعين يجب أن تكون التحالفات قد انتهت، ويجب أن يكون هناك كتلة كبيرة تحت البرلمان هي من تسمي رئيس البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية ليقوم بتكليف رئيس الوزراء. كل هذه الأمور تتعلق بالمواقيت الدستورية، ولحد الآن الحراك السياسي بين الكتل السياسية السنية الكردية جيدة جدا، وكذلك الكردية مع الشيعية وكذلك السنية. المشكلة في داخل المكون أو البيت السياسي الشيعي، هناك انقسام واضح وهناك
معترضين على نتائج الانتخابات، ونأمل أنه في الأيام القليلة القادمة أنه تقوم المحكمة الاتحادية ببت هذه الطعون والقرارات والمصادقة على النتائج لكي تمضي العملية السياسية وتكون يعني نتائجها ومخرجاتها حكومة قوية تخدم الشعب العراقي. طيب كيف تتابعون في الحزب الديمقراطي الكردستاني توحيد البيت السني وتقارب الرؤى والخروج بمشتركات موحدة؟ يعني توحيد البيت السني أي والباقي البيوتات أيضا يعني هي مصدر قوة للبيت نفسه للمكون نفسه، وثانيا للعملية السياسية. يعني هناك فرق أنه عزم تأتي منفردة وتقدم يأتي منفرد، وفرق أنهم يأتون متحدين ككتلة كبيرة، وكذلك الحال في التحالف الكردستاني هناك فرق كبير عندما يذهب الاتحاد وحده والديمقراطي وحده وباقي الأحزاب وحدهم، فهذه مهمة جدا. وخطاب الرئيس مسعود بارزاني عندما زاره تحالف عزم كان واضحا، قال اذهبوا الكتل السياسية السنية وخاصة الفائزة وحاولوا أن تتفاهموا وتوحدون الصف، عند ذلك مستعدون للتحالفات في معكم ومع إخواننا الشيعة، وأيضا اتفقوا على أن لا يكونوا جزء من الصراعات الشيعية. لذلك التوحيد البيت السني مهم جدا جدا، وخاصة هذه المرحلة، لأنه هذه الحكومة مفصلية. كيف؟ لأنها أتت بظروف صعبة وقاهرة ومطلب شعبي جماهيري، انتخابات مبكرة، قانون يختلف، كل شيء يختلف. هذه المرة يجب الكتل السياسية أن يقدموا شيء لجماهيرهم في دوائرهم الانتخابية. طيب تحدثت قبل قليل أستاذ عماد عن أنه البيت الكردي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يذهب إلى الأحزاب منفردة بل ينتظر منها التوافق للذهاب إليها والتوافق معها من عدمه قبل أن يقرر مساره، هل هذا يعني ضمنا أنكم ترجحون حكومة توافقية؟ لا أبدا، الحكومة التوافقية شيء والأغلبية الوطنية شيء. الحكومة التوافقية تعني أن من لديه 40 مقعد يشترك في الحكومة، والذي لديه 70 مقعد، والذي لديه مقعد واحد، هذه هي التوافقية. أما الأغلبية الوطنية، الكتل الرئيسية الفائزة، الكتل الرئيسية الفائزة هذه هي حكومة الوطنية أو الأغلبية الوطنية، هذه تكون مسؤولة أمام الشعب العراقي. الأغلبية الوطنية تختلف تماما، والأغلبية الوطنية يعني هذا لا يعني أنه مكون واحد يستحوذ على كل مفاصل الحكومة وكل يعني دوائر الدولة وكل، لا، المشاركة مطلوبة كمكونات، ولكن التوافقية تختلف. التوافقية كل الأحزاب السياسية الفائزة والخاسرة تشترك، كما حدث في 2018، ونتائجه كانت أن الحكومة لم تبلغ عمرها أكثر من سنة. طيب هذه التفاهمات التي تحدث عنها والحديث عن الأغلبية الوطنية، هل يعني يمكن أن نفهم من كلامك بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يبحث عن حكومة أغلبية؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني يميل إلى حكومة الأغلبية الوطنية، يعني هذا لا يعني أننا ضد التوافقية، إذا نحن جزء من العملية السياسية وركن أساسي، إذا ما ارتأت يعني الأجواء السياسية والكتل السياسية إلى الذهاب التوافقية، نحن أيضا يعني جزء من العملية السياسية، ولكن كرغبة نرغب في حكومة الأغلبية. طبعا بالمناسبة الكل ليس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أيضا هناك كثير من الكتل السياسية سواء السنية والشيعية يرغبون بالأغلبية السياسية الوطنية، وحتى النجف والمرجعية ترغب أنه تكون حكومة أغلبية وطنية، وكذلك الشارع. لماذا؟ لأن هذه الكتل الرئيسية سوف تكون مسؤولة تماما أمام الشعب العراقي في حال أي إخفاق لا سمح الله، وتكون مسؤولة أمام البرلمان والشعب العراقي في هذه 4 سنوات المقبلة. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ عماد باجلان، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا وعن هذه الأجوبة.
الأخبار مستمرة. قرر مجلس القضاء الأعلى تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي إلى شباط المقبل. وأوضح مصدر قضائي أن القضاء قرر تأجيل محاكمة قاتل الشهيد هشام الهاشمي إلى 28 من شهر شباط من العام المقبل بعد طلب من محامي المتهم لإجراء فحص طبي كامل لموكله. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في تموز الماضي القبض على قاتل هشام الهاشمي الذي اغتيل في العام الماضي في بغداد، وأثار اغتياله ردود فعل كبيرة في الشارع العراقي. بعد أن تم تأجيلها مرتين سابقا، تأجلت محاكمة المتهم باغتيال الشهيد هشام الهاشمي للمرة الثالثة بعد أن قدم طلبا محامي المتهم بعد أن قدم طلب بإجراء فحوصا طبية شاملة لموكله. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. إلى 28 من شهر شباط من العام المقبل تأجلت محاكمة المتهم باغتيال الشهيد هشام الهاشمي بعد جلسة استماعية لم تستغرق وقتا طويلا في محكمة الرصافة ببغداد، فيما جاء التأجيل في إطار مطالبة الدفاع بعرض المتهم على اللجان الطبية المتخصصة لمعرفة إذا ما كانت اعترافات المتهم قد انتزعت بالإكراه. كثير من القضايا حتى المعتقلين كثير منهم حتى الآن لم تصلهم المحاكمة، وجريمة مثل هذه الجريمة بالتأكيد القضاء يسعى للدقة في اتخاذ القرار في هذا الموضوع. المحاكمة التي جرت في جلسة مغلقة ولم يحضرها حتى ذوي الشهيد الهاشمي لخطورة القضية المرتبطة بجهات مسلحة متنفذة كان من المقرر أن تجري بحق متهم واحد من بين مجموعة مكونة من 4 أشخاص استهدفوا الكلمة الحرة والصوت الشجاع في جريمة غايتها تكميم الأفواه، لكنها خلدت الهاشمي رغم اغتياله وفضحت المجرمين رغم التستر عليهم. تأجيل المحاكمة اليوم كان صدمة لعائلة الشهيد، خصوصا أنه الموضوع يتعلق بإعادة فحص المتهم، وشكل لنا صدمة أخرى كإعلاميين بعدما وصل كتاب من المجلس القضاء الأعلى بمنع حضور المحاكمة، وهذا يتنافى مع القانون. التأجيل الثالث لمحاكمة المتهم بقتل الهاشمي قيل إنه جاء طلبا للمزيد من المعلومات الخاصة بتفاصيل الجريمة، خاصة أن الثلاثة الآخرين المشاركين في الجريمة ما زالوا طلقاء، فيما يرتبط عناصرها فيما بينهم ارتباطا خيطيا يعقد الوصول إلى فريق الجريمة من خلال القبض على أحد المنفذين. إذن ينضم إلينا الآن رئيس المركز الدستوري للبحوث والدراسات القانونية الأستاذ علي التميمي. أهلا بك المحاكمة أستاذ علي. إذن مجددا القضاء يرجع محاكمة قتلة الشهيد هشام الهاشمي، كيف تقرؤون هذا القرار رغم المطالبات المستمرة بالكشف حتى عن الجهة التي تقف وراء قرار الاغتيال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد إجراءات المحاكم سواء كانت محكمة التحقيق أو محكمة الجنح أو الجنايات عندما تحال لها الدعوة، المحكمة يعني عندما تقدم لها الطلبات تبحث في هذه الطلبات وتبحث عن الأسباب والمسببات. وتعرفين جنابك أنه إحنا عندنا في قانون أصول المحاكمة الجزائية المادة 218 تحرم استخدام التعذيب أو القوة، لهذا المحكمة تقبل الطلب لكن ماذا تفعل؟ تحيله إلى لجنة طبية للتأكد هل توجد آثار تعذيب أم لا. طبعا هذا الحادث هو بعيد، يعني كان المفروض أن يقدم الطلب في الإجراءات المحاكمة أمام قاضي التحقيق وليس في إجراءات المحاكمة الآن، لهذا يعني قانونياً مثل هكذا يعني الطلبات. موعد التقديم قانوني أم مخالف؟ لا، هو يجوز تقديمه في أي مرحلة، يعني في أي مرحلة من مراحل الدعوة سواء كانت في
مرحلة التحقيق في مرحلة المحاكمة. نعم. يعتبر كدليل. لماذا ستنا؟ لأنه إذا ثبت وجود تعذيب هذا ينسف الاعتراف، يعني نعم. يفند الاعتراف. لكن للتوضيح أنه الأدلة التي تعتمدها المحاكم في إصدار الحكم هي ليست فقط الاعتراف، هناك الكشف والمخطط على محل الحادث، كشف الدلالة، إفادة الشهود، إذن الكاميرات. يعني رغم اعتراف هذه قضية كبيرة، يعني الفيديو هناك إمكانية لأن يكون ربما هناك تقديم هذا الطلب هو صحيح، وبالتالي سيتم نسف جميع هذه الاعترافات. لا، لأنه شوفي ستنا، احيانا يعني بعض المتهمين اللي او يعني سواء في قيد التحقيق او المحاكمه يلجا الى هذا الاسلوب، سواء يقول تعرضت للتعذيب او يدعي الجنون، يدعي الشيزوفرينيا. المحكمه ترسل الفحص الطبي، ترسل اللجنه الطبيه، هي التي تقرر ذلك. هذا لا ينسف بقية الأدلة. الاعتراف ليس هو الدليل الوحيد للحكم. مخطئ من يظن أنه الاعتراف هو الدليل الوحيد. لا، هناك كشف مخطط على الحادث، نعم. الشهود، الكاميرات. إذا كان الاعتراف أيضا، شوفي ستنا، إذا كان الاعتراف متسلسلا تسلسلا غير قابل للانفصال، يعني تسلسل منطقي يتلائم مع الفيديو، يتلائم مع استخدام السلاح، هاي كلها تبحثها المحكمة، لأنها قضية مهمة ليست قضية بسيطة. أيضا إفادة المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليهم مهمة. كل هذه الأمور هي تأخذها المحكمة بنظر الاعتبار عندما تصدر قرار. فمثل هكذا طلبات يعني بعد هذا الوقت الطويل هي آثار التعذيب خلال 15 يوم تزول، نعم. يعني طيب. تبقى كدمات بسيطة. لهذا التقرير الطبي هو الذي سيقرر هل هي آثار تعذيب، ضرب. أحيانا بعض المتهمين يجعل صاحبه يضربه، نعم. في سبيل أن يوهم اللجنة الطبية. يعني هذه طيب الأمور أستاذ علي، الإجراءات المتبقية الأخرى في موضوعة التأجيل لأكثر مرة، ما قانونية هذه الإجراءات؟ نعم، عادة يعني محكمة الجنايات عندما تؤجل، وخصوصا في دعاوى الأربعة إرهاب أو الأربعمائة وستة اللي هي القتل العمد، يعني المحكمة مثلا عندها نواقص تحتاج أن تكملها في الدعوة، كأن يكون مثلا إفادة المدعين بالحق الشخصي، إفادة الشهود، متهم على متهم يكون شاهد. يعني هذه الحلقات تستكملها محكمة الجنايات، ثم بعد ذلك تصدر القرار. لا يمكن للمحكمة أن تصدر قرار إلا إذا كان مسببا. شوف ستنا، إحنا عندنا في العراق ما يسمى بالتدرج، التدرج، نعم. القضائي. يعني محكمة التحقيق عندما صدر قرار تمييز أمام محكمة الجنايات، محكمة الجنايات تمييز أمام محكمة التمييز، وأيضا توجد رقابة للإدعاء العام. فكل هذه ضمانات للمتهم، حتى لو كان مجرم، حتى لو كان قاتل، هكذا هي الإجراءات. لهذا المحكمة يعني تعمل كل تحقيقاتها، نعم. كل إجراءاتها محكمة الجنايات، ثم بعد ذلك تصدر القرار، حتى تأخذ اللوائح من الوكلاء، يعني المدعين بالحق الشخصي، نعم. وكلاء المتهم، تربطها، تسمحهم، تؤجل أكثر من مرة، ثم بعد ذلك عندما يصبح الأمور جاهزة لإصدار القرار، نعم. تصدر قرارها وفق التكييف القانوني ووفق المادة القانونية المحال وفقها المتهم. طيب. من محكمة التحقيق. أستاذ علي، يعني أحتاج من حضرتك ربما تفسير أو يعني تفصيل أكثر عن موضوعة أنه رغم الإشكاليات والمطالبات المستمرة بالكشف عن من يقف وراء الاغتيال، وليس أن يكون هناك ربما متهم واحد يتحمل هذه القضية قانونيا، يعني هل من الممكن أن يكتفي القضاء بأن تقع التهمة على شخص واحد، وكما نرى في الفيديو بأن والله هناك هذا أكثر؟ سؤال مهم، رغم أن الصوت شوية الصوت شوية يعني أعيد السؤال على حضرتك أستاذ علي، إذا يعني إذا ما سمعت. لا لا ما يحتاج، افتهمت زين. تفضل. لا لا سمعت كل زين، شكرا. ستنا، في القانون الجنائي ليس فقط من يطلق الرصاص هو القاتل، نعم. ليس فقط من يقوم بارتكاب الجريمة كأن يطلق الرصاص، يضربه بسكين، يخنقه مثلا، هذا قد يكون فاعل معنوي يسمونه بالقانون الجنائي.
وإنما القانون يبحث عن المحرض، عن الممول، عن الذي أعطى السلاح، عن الذي علم بالجريمة ودفع باتجاهها. هؤلاء يسميهم قانون العقوبات بالمواد 47 48 49 شركاء. وعقوبة الشريك في القانون العقوبات العراقي هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي، يعني نفس العقوبة. لهذا تساءلنا كثيرا جدا عن الجهة التي دفعت بهؤلاء الأشخاص لقتل الشهيد هشام الهاشمي. تساءلنا كثيرا، نحن لسنا مطلعين حقيقة على الأوراق، ما قدامنا ملف حتى نعرف، لكن أكيد أنه القضاء العراقي لن تفوته هذه المسألة. وأيضا هذه القضية يعني بها تدخلات بمستوى عالي من دولة رئيس مجلس الوزراء، رقابة مباشرة، وبالتأكيد لا أحد فوق القانون، الكل يخضع للقانون في حالة ارتكابه الجريمة. وهذه الجرائم ستة لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة، يعني إذن تبقى إلى أن تظهر. إذن رئيس المركز الدستوري للبحوث والدراسات القانونية الأستاذ علي التميمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. الأخبار مستمرة. صنفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إحصاءاتها حول مؤشرات حقوق الإنسان في العراق لعام 2021 تحت تصنيفات عدة، منها الحياة والأمن والحرية. وأظهر مؤشر الحياة والأمن والحرية مقتل 596 شخصا بسبب العنف واعتقال 10 ناشطين وصحفيين على الأقل. وأشارت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى أن العنف ينتشر بشكل واضح في العراق، خاصة العنف المنزلي وحتى الأمني الذي يطال التظاهرات، فضلا عن الاعتقالات بهدف تكميم الأفواه بحسب التقرير. باتت عمالة الأطفال تنذر بالخطر الكبير مع ازدياد عدد الأيتام والأرامل في محافظة نينوى كنتيجة طبيعية لما خلفه تنظيم داعش من ظروف اقتصادية والحرب ضده. الأطفال أوضحوا أن الظروف المعيشية كانت سبباً لتركهم الدراسة والنزول للعمل في الأسواق العامة من أجل إعانة عائلاتهم التي لا معيل لها سواهم، مطالبين بإيجاد حل لهم والعودة إلى مقاعد الدراسة وتحقيق حلمهم بالتخرج كأقرانهم. تقبل علوة سوق المعاش. اي والله ما عندي احد. اي وانا معيل لاهلي، ما عندي احد، تركت المدرسه من ورا الشغل. عاد اشتغل انا بسوق المعاش، اجمع نايلون، اجمع كرتون، حديد، الاقي اجمعه. وانا بالاول متوسط تركت الدراسه بسبب الظروف المعيشيه مالتي، وحالتنا حال تعبانه وبيتنا تجاوز حي الشهداء ساكنين احنا. المحديد لقي نوبه لقي قوان، نوبه لقي صواريخ، يعني ما طاقات نفتح علينا نروح بصفحه احنا. ما نتقرب يمن. احنا تركنا الدراسة وجينا على سوق المعاش نشتغل، لأن ظروفنا حيل تعبانة، وأبوي عامل واني عامل، وأنا كبير لأهلي. والله أتمنى أرجع على الدراسة، أتمنى أبوي عنده ولية كبير أكبر مني، أتمنى أبوي يطيب. عندي 2 خوات، واحدة بالخامس واحدة بالسادس، واللي يروحون على المدرسة ويدرسون حيل انقهر، ما بطلت مقهر المعيشة. والله الأطفال عافوا دراسة من وراء المعيشة. نطالب احنا من وزارة التربية ومن الدوائر التربوية ان ينظرون نظرة الأبوية لهاي الأطفال. زهور خنقتها الظروف لتذبل قبل ان تتفتح، ومستقبل يقتله الحاضر بطعنات الواقع. أطفال حرموا بهجة الطفولة وحق التعليم بعد أن زجت بهم أوضاعهم في سوق العمل، حيث أصبحت عمالة الأطفال واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع. رغما عنهم فقدوا نعمة التعليم وبهجة الطفولة وانخرطوا في حياة الأعمال الشاقة، أطفال بعمر الزهور ذبلت طفولتهم في أسواق العمل. فلاح أحد الأطفال الباعة المتجولين في محافظة الأنبار يروي قصته. الطفل الذي لم يتجاوز 12 من عمره
يعمل في بيع الكمامات في أسواق الرمادي بعد تركه الدراسة والاتجاه للعمل لإعانة عائلته كونه المعين الوحيد لها. ورغم الثمن البخس الذي يحصل عليه من خلال عمله الذي لا يتجاوز 5000 دينار يوميا، فإنه يساهم في الإنفاق على أسرته. أنا هنا أشتغل وحدي بالسوق ومعيني هنا لأهلي. أنا كنت مسجل بالمدرسة وبطلت، ليش؟ وزاني الآجار مأجر بالشهر، كل شهر مأجر 210، يعني جيت هنا أشتغل بالكمامات، كنت بالمدرسة بس بطلت، يا باليوم طلع لي 3000 4000 5000 تاخذ به المسواق، يعني آجار قاعد مولد، حالتي حال ضعيفة. ويرى قانونيون أن على الحكومة تفعيل قانون حماية الطفل، لا سيما بعد ازدياد عدد عمالة الأطفال الذي تجاوز 25,000 طفل في محافظة الأنبار بسبب الحروب والأزمة الصحية والاقتصادية، يعملون في أماكن مختلفة مما يشكل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعب، والأكثر خطورة إمكانية استغلالهم من قبل عصابات مسلحة وتعاطيهم المخدرات. يجب تفعيل قانون حماية الطفل في محافظة الأنبار بشكل خاص والعراق بشكل عام، خصوصا بعد زيادة عمالة الأطفال دون سن البلوغ لحمايتهم من الانخراط في المجاميع الإرهابية وارتكاب الجرائم، بالتالي سيؤثر بشكل سلبي على أمن المحافظة، وتتحمل الحكومة المركزية هذه الأزمة لوحدها، وعليهم إيجاد حل هؤلاء الأحداث قبل أن يرتكبوا جرائم إرهابية أو جرائم اجتماعية. ويؤكد مختصون أن على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة وناجعة من أجل حماية الأطفال، خصوصا أنهم معرضون لخطر الأذى الجسدي والذهني وفقدانهم التعليم المناسب وضياع حقوقهم وتقليص فرصهم في مستقبل أفضل. لقناة الفلوجة، إدريس يحيى. ينضم إلينا عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي. مرحبا بك دكتور. أشرتم في تقريركم من خلال مؤشر الحياة والأمن والحرية على مقتل 596 شخصا بسبب العنف واعتقال 10 ناشطين وصحفيين على الأقل، لكن السؤال، هل لمستم تجاوبا جديا من قبل الحكومة على التقارير التي تزودونهم بها؟ نعم، مساء الخير عليكم وتحية طيبة لمشاهدي قناتكم. يعني المؤشرات كانت يعني مجمل واقع حقوق الإنسان في العراق خلال السنة الماضية، وقسم منها بكل تأكيد هي تراكمية باعتبار أن الكثير من الملفات هي لم ترى ضوء تتعلق بالعدالة أو حماية الحقوق أو التحقيق في الانتهاكات. نعم قد إذا قارنا على سبيل المثال في قضية الحق في الحياة ومقتل المدنيين في العنف، العام الماضي كان هناك 900 شخص قتلوا، وهذه السنة قارب 600، مع العلم أن شهر كانون الأول ليس من ضمن الإحصائية، ولكن بشكل عام باعتبار أن العراق ليس في مرحلة حرب، لذلك لا تزال هذه الأرقام يعني فيها زيادة، ولا تزال عمل مؤسسات غير كافي لحماية أرواح الناس باعتبار هذا الحق أهم الحقوق. وهنا بكل تأكيد يأتي دور المؤسسات الرقابية كمفوضية حقوق الإنسان. نحن نتعامل مع هذه المؤشرات ونحيلها إلى الجهات المعنية من برلمان ومؤسسات أخرى، ولكن للأسف الشديد يعني الدورة البرلمانية السابقة لم تأخذ يعني دورها الحقيقي في قضية الرقابة وفي قضية التشريع، لذلك نرى في ملفات كثيرة أخرى بصراحة هناك قضية بقاء هذه الحركات معلقة بدون وجود تحقيق حقيقي وبدون وجود يعني تنفيذ لمبادئ العدالة الانتقالية، كما في قضية المفقودين أو المختطفين أو المغيبين قسرا، أو قضية شكاوى التعذيب التي أيضا ترد بكثرة بدون وجود أصلا قانون يتعامل مع هذا الملف بجدية وحسب معايير الإنسان أو تحقيقات أو تعويضات وما إلى ذلك. كل هذه الملفات هي أو المؤشرات هي نتيجة تقصير حكومي واضح في عدم الاستجابة لتقارير الفوضي. طيب دكتور، ربما هناك موضوع آخر وهو يبدو الأخطر على العراق، يعني بسبب البطالة والفقر أصبح الأطفال أمام خيار واحد،
ترك الدراسة والتوجه للعمل، ما هي المعالجات التي ترون أنها مفقودة لتصحيح ذلك المسار؟ نعم، الطفولة، الطفل هو لبنة العائلة ولبنة المجتمع، وبالتالي هو الأساس لمجتمع صالح وقوي. واقع العراق يقول أن الطفولة في خطر. لا يوجد لدينا لحد هذا اليوم قانون حماية الطفولة أو حماية الأسرة أو مناهضة العنف الأسري. لا توجد صراحة مؤسسات ترعى هذه الطفولة غير بعض النشاطات ومنظمات المجتمع المدني التي ترعى قسم منهم. والغريب أنه نفس رواتب الرعاية لوزارة العمل أيضا لا تشمل بشكل مباشر الأيتام، وحتى الدور الموجودة هي يعني قليلة وترعى عدد قليل منهم قياسا لهذا العدد الكبير. بالتالي الأسئلة كثيرة، أين يذهب هؤلاء؟ أين يأوون؟ هل الغذاء والدواء والماء متوفر لهم؟ هل هم بإمكانهم التواجد في المدرسة والحصول على التعليم؟ هل هم في حماية من عصابات المخدرات والاتجار بالبشر وما إلى ذلك؟ كل هذه المخاطر بصراحة تهدد الطفولة وتنذر بمستقبل خطير. يعني سواء تكلمنا عن مليون كما تقول وزارة التخطيط أو عن 5 مليون يتيم كما تقول اليونيسف، بالأخير هو عدد ضخم وكبير، بالإضافة إلى آلاف الأطفال المتواجدين داخل العراق وفي مقيم الحقول من أصول عراقية. كل هذه الفئات هي قنابل موقوتة تحتاج إلى علاج ومعالجة سريعة من الدولة. تحدثتم دكتور في تقريركم السنوي عن تنامي العنف الأسري، ما هي دوافع ذلك في الزيادة المستطردة دون حلول واضحة، خاصة أن أكثر الفاعلين يحتمون بالعشيرة دون الاكتراث للقانون؟ يعني هناك بكل تأكيد مشاكل متجذرة موجودة. العقلية الشرقية هي عقلية بكل تأكيد يعني تقلل من شأن المرأة، ويعني تدفع بالمرأة دائما إلى البيت والخدمة في البيت، وخاصة في المناطق البعيدة عن المدينة. يضاف إلى ذلك عدم وجود قانون ينظم شؤون الأسرة ويعرف أفراد الأسرة ويجرم من يعتدي على أفراد الأسرة مهما كان، سواء الذكر أو المرأة أو الطفل أو المسن. وأيضا عدم وجود مأوى بديل الذي يتعرض إلى العنف، فالكثير من النساء، نعم هناك مسألة ثقة مفقودة مع الدولة. لو كانت هناك مؤسسات تقوم باستلام الشكاوى أو تتصدى، ولكن من الطرف الآخر هناك أيضا غياب لأي مأوى بديل، أي سكن بديل لإمرأة أو شخص تعرض إلى عنف داخل الأسرة. فبالتالي وجود هذا البيت وإن كان بيتا ظالما أو عبارة عن سجن هو أهون من البقاء في الشارع والتحول إلى ضحية لعصابات المخدرات والاتجار بالبشر. هذا واقع الحال في العراق، فبالتالي مبادئ أو أركان الحماية بصراحة غير متوفرة، سواء لو تكلمنا عن الحماية من الدولة طبعا، لو تكلمنا عن العائلة بشكل عام أو الطفل أو المرأة بالتحديد. شكرا لك الدكتور علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان، على هذه المداخلة. We'll be right back.
مفخرة للعراق عموما وللأنبار خصوصا ولمدينة الفلوجة على وجه التحديد. جامعة الفلوجة تدخل ضمن مئات الجامعات الأولى عالميا ضمن تصنيف كيو اس البريطاني الذي تنشره المملكة المتحدة، فيما تؤكد فرقها التدريسية عزمها على تقديم الأفضل لطلبتها وللمسيرة التعليمية. ضمن تصنيف كيو اس البريطاني الذي تنشره المملكة المتحدة كل عام معتمدة في ذلك على معايير علمية وأكاديمية، حلت جامعة الفلوجة في التسلسل 783 من بين مئات الألوف من جامعات العالم، إنجاز يستحق الإشادة، ويتوقع من الجامعة تحقيق مراكز أكثر تقدماً في الأعوام المقبلة وفقاً لمستواها المتميز. جامعة الفلوجة على الرغم من حداثتها لأنها تفوقت على كل الجامعات العراقية المستحدثة وحتى على بعض الجامعات العريقة في الدخول إلى التصنيفات العلمية العالمية، فهي دخلت كثير من التصنيفات وآخرها تصنيف كيو اس، هذا التصنيف الدولي المهم، وكانت في مراتب متقدمة، واليوم تحديدا سوف أيضا تظهر تصنيفات اليو ار جرين ماتريكس، وأيضا نتوقع ونعرف نحن بأن جامعة الفلوجة ستكون في المراكز الأولى أو المتقدمة في هذا التصنيف. للمرة الأولى ومنذ تأسيسها عام 2013 تخطت جامعة الفلوجة مراتب متقدمة منافسة بذلك جامعات عربية وعالمية بشهادة طلبتها الذين يشيدون بالإنجازات التي حققتها كليات الجامعة، معززين ذلك بالبحوث التي أصبحت تنافس جامعات مرت على تأسيسها عشرات السنوات. سوينا بحوث دامت تقريبا شهر ونص، أخذنا تأثير السيتي سكان على البلاد، تأثير الأمراي همين على البلاد، والبحث مالتنا نشر الأوت العام بالمجلة العالمية، والعام همين سوى بحوث وهم نشرت المجلة العالمية، فهي كل سنة يسوون بحوث وكل سنة يعني البحوث تنجح وتنشر بمجلات عالمية. دخلت جامعة الفلوجة هذا التصنيف رغم أنه هي جامعة فتية، وطبعا هي أول جامعة فتية تدخل في هذا التصنيف. عمر الجامعة 8 سنوات، ودخولها في هذا التصنيف بحد ذاته هو إنجاز للجامعة. يعتمد هذا التصنيف على البحوث العلمية المقدمة من قبل الأساتذة، ويعتمد أيضا على كفاءة الإدارة في الجامعة. تستقطب جامعة الفلوجة مئات الطلبة كل عام من جميع محافظات العراق بتخصصاتهم المختلفة، موزعين على 6 كليات علمية وتطبيقية، أبرزها كلية الطب التي تضم العديد من المختبرات المتطورة. لقناة الفلوج الفضائية، أحمد ناجي. بالأسود كما يقال، أطنان من الأدوية غير المرخصة من مناشئ غير مضمونة تنتشر في مئات الصيدليات الوهمية، والتي تتعامل بطبيعة الحال مع مذاخر وهمية أيضا، تتاجر بالمواد الطبية بعيدا عن أعين الرقابة في تجارة قذرة بأرواح الأبرياء. أكثر من 150 صيدلية وهمية أغلقت هذا العام فقط في ديالى، ليصل مجموع ما ضبط من أدوية مهربة إلى 500 طن، أدوية تبين دائرة الصحة أنها من شركات ومناشئ غير معروفة وقد تؤثر على صحة المرضى. ويقدر ما تم ضبطه من مؤسسات وهمية ومحلات بيع أدوية وهمية ما يقارب أكثر من 150 محل لبيع الأدوية الغير مرخصة، وكميات الأدوية المضبوطة أكثر من 500 طن من الأدوية الغير معروفة المصدر والتي دخلت بصور غير رسمية إلى العراق. فيما يخص هاي الأدوية اللي أمامكم تشوفوها حاليا، هي أدوية مضبوطة لمحلات وهمية غير مجازة، يتم إلقاء القبض عليها من قبل الأمن الاقتصادي وفرق من التفتيش وفرق من نقابة الصيادلة. يتم إيداع هاي الأدوية هنا، كون هاي الأدوية ننتظر بها قرار قاضي، كونها الشخص اللي يتداول بها أو اللي يبيعها هو شخص غير مجاز.
ينص قانون العقوبات العراقي في المادة 50 على حبس 3 سنوات لكل من مارس الصيدلة أو التجارة بالأدوية دون رخصة أصولية، إلا أن السجون تخلو من مرتكبي هذه الأعمال رغم الكميات المضبوطة أصوليا. ما يخص الغير مرخصة، نص قانون العقوبات العراقي بالمادة 50 أنه يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات أو بغرامة مالية من يخالف تعليمات فتح الصيدليات الرسمية. أما من جانب العمل فتفتقد هذه الصيدليات للرقابة. جهات مستفيدة ومتنفذة وأخرى مستغلة للظروف تقف وراء هذه الصيدليات أو المحاكم يطلق عليها، هدفها جمع ثروات هائلة حتى وإن كانت على حساب أرواح الفقراء. يعني غلو أسعار الأدوية مما استدعى بعض الممرضين أو بعض المهرة في هذا المجال إلى فتح صيدليات بسيطة وصيدليات صغيرة داخل الأحياء داخل الشوارع استغلالا لهذا الموضوع من الناحية المالية. قد تكون تجارة الأدوية الأخطر في العراق مناشئ وصيدليات وهمية ومئات الأطنان من الأدوية المهربة تجوب ديالى وحدها. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ختام هذا الحصاد نذكركم بأهم ما فيه. ساعات تحاكي سيناريو تشكيل الحكومة، الخنجر يقود حراكا حثيثا لتقريب المواقف بين المكونات الأربعة. العزم وتقدم يوحدان الرؤية بورقة مشتركة ويؤكدان نتطلع لتشكيل حكومة بلا انحياز لطرف على حساب آخر. بعد لقائها الخنجر بلاسخارت سعيدة بوحدة البيت السني وتبعث رسالة للمشككين عبر الفلوجة، لم نتدخل في الانتخابات. محاكمة قاتل الهاشمي تتأجل للمرة الثالثة، مقربون من المغدور يؤكدون محامي المتهم طلب فحصا طبيا تشكيكا بالاعترافات. براءة الطفولة تقتل بالجهل مرة وبالعمالة مرات، حقوق الإنسان تكشف أرقاما صادمة عن أطفال العراق في تقريرها السنوي. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، شكرا لكم وإلى اللقاء.